من أبرز الوجوه الشابة اللي تألقت في شهر رمضان الماضي النجمة الجميلة كارمن سليمان، اللي الحقيقة استمتعنا بأدائها الرائع بشخصية صفاء من خلال مسلسل ليالي الحلمية اللي تم عرضه على شاشة الشرقية. كارمن، بقولك طبعا منورة الدنيا كلها ومليون مبروك على التكريم النهاردة. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. عايز أعرف بقى، أول ما اتعرض عليكي شخصية صفاء في ليالي الحلمية، العمل الأضخم في تاريخ الدراما العربية، إيه أول إحساس جالك على طول؟ اتبسطت جدا ان انا اسمي هيتحط في تتر ليالي الحلميه، دي حاجه كبيره قوي تتحط في تاريخي يعني. كمان الموضوع جه اصلا بانه استاذ ايمن بهجت قمر كلمني علشان اشترك في المسلسل، و يعني طبعا باعتباره شاعر بالاساس فسامع صوتك ويمكن تعاونتوا مع بعض، باعتباره كمان ان هو اللي كتب المسلسل. فهو يعني انا دايما اصلا بثق في رايه جدا، فهو اول ما قال لي كده انا اتبسطت بالفكره. خفت شويه في الاول لان اول حاجه هعملها ولسه مش عارفه اذا كنت في التمثيل هبقى كويسه او لا، فيعني الحمد لله كان الموضوع كويس. ممكن طمنك شويه ان الدور لبنت بتغني وبتحب الغنى؟ بالظبط، الدور كان شبهي جدا فعلا، شبهي من ناحيه الغنى والحاجات دي. اللي ما كانش شبهي شويه ان انا ابقى يعني حد اسرتك، انا عارف ان اسرتك اكتر حد دعمك يعني العكس تماما يا جماعه خالص في الموضوع ده بالظبط. والدتك طبعا بتغني وصوتها حلو. اكيد. طبعا والدك معاكي على طول ما شاء الله، ربنا يعني دايما ما يجيبش اي خلافات خالص ان شاء الله. طيب قولي لي بقى، يعني لما وقفتي قدام الكاميرا كممثله يعني لاول مره، اكتر حاجه كنت حريصه عليها انك تبرزيها قدام الكاميرا كممثله بقى مش كمطربه، كانت ايه؟ هو الموضوع الاول انا كنت خايفه طبعا لاني اول مره اظهر في بلاتو تصوير اصلا في الدراما يعني. فالمهم وقفت حاولت ان انا يعني اشوف اجس النبض يعني شويه لحد ما اتجرأت على الموضوع فعلا، وبقى الموضوع بالنسبه لي سهل، مش فكره سهل، ممتع يعني، حاجه بجد ممتعه. ولما بتعملي حاجه بحب وباستمتاع اكيد بتطلعي كل اللي جواكي. بالظبط طبعا اكيد. تقولي لمين شكرا بقى على مسلسل ليالي الحلميه؟ والله اقول لهم كلهم شكرا لان كلنا تعبنا في المسلسل ده، وكانت ايام جميله جدا لان يعني كانت الكواليس لطيفه جدا ما بيننا بصراحه. فلا بشكر كل حد من يعني من اول حد لاخر حد. فيديو اغنيه ليا زمان ما سبتناش ابريا التتر المسلسل، يعني حقق انتشار كبير جدا على اليوتيوب، نسمع حته صغيره كده منه. اوكي. ليه يا زمان ما سبتناش ابريا تيرارا، واخدنا ليه في طريق ما منهوش رجوع، اقسى همومنا يفجر السخريه تيرارا، واصفى ضحكه تتوه في بحر الدموع. الله الله جميل. كارمن بشكرك على المسلسل الجميل وعلى صوتك الاكثر من رائع، دايما بتمتعينا، ببارك لك مره ثانيه وان شاء الله مزيد من الاعمال الفنيه الجميله. بارك فيك، ميرسي جدا، شكرا.